الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب في باب أهل الزكاة السابع الغازي في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر السابع من أصناف مصارف الزكاة، قال وهو الغازي في سبيل الله، وذلك أن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والمراد في سبيل الله عز وجل هم الغزاة دون ما عداهم، والسبب في ذلك تخصيصهم بالغزاة دون من عداهم، قالوا لأن الله عز وجل قد فصلهم في كتابه. والقاعدة عندنا أن الأصل في الاستخدام في الألفاظ هو الاستخدام الشرعي، وهذه التي تسمى بالحقائق الشرعية. فقوله سبحانه وفي سبيل الله أي الغازي دون من عداه، لأن كل المصارف في الخير هي في سبيل الله عز وجل، ولكن لما كان مخصوصا بهذا المصرف دون ما عداه فإنه يكون المراد به الحقيقة الشرعية وهو الغازي. وقد جاء ما يدل على ذلك في السنة ما يبين هذا المعنى. ولذلك يقول العلماء إن هذا المصرف أو المصرف خاص بالغزاة دون من عداهم، وهذا معنى قوله الغازي في سبيل الله. والغازي يشمل المقاتل والمرابط، فإن الرباط من القتال كذلك فيأخذ حكمه، ولا يلحق بهم إلا نوعا واحدا ورد النص به، وذلك أنه جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال الحج والعمرة في سبيل الله. وبناء على ذلك فيقولون لا يعطى من مصرف في سبيل الله إلا الغازي أو الحاج والمعتمر إذا لم يجدا ما يحجان به ويعتمران حجة الإسلام وعمرة الإسلام. والدليل عليه أثر ابن عباس. والقاعدة عندنا أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، لم يخالفه نص أو يخالفه غيره من أقوال الصحابة. وغير هذا لم يرد عندنا نص يلحق غير الحاج والمعتمر بالغازي. ويشهد لقول ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم وفد الرحمن ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي، فهؤلاء الثلاثة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وفد الرحمن. نعم. الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. نعم، قال والثامن وهو ابن السبيل للآية، وعرف ابن السبيل فقال وهو الغريب المنقطع بغير بلده. قوله الغريب يعني الذي خرج عن بلده إلى بلد آخر، والمنقطع أي ليست معه نفقة يستطيع أن يستعين بها للرجوع إلى بلده. وقوله بغير بلده لأن المرء قد يكون منقطعا في بلده، وهذا يعني يستطيع الرجوع إلى بيته وماله في بيته، فإن كان في بلده محتاجا فيسمى فقيرا أو مسكينا ولا يسمى ابن سبيل، وإنما السبيل هو الذي سافر ونأى عن بلده ثم لم يجد نفقة، إما بسبب سرقة نفقته أو انتهائها، فإنه يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده ولو كان غنيا في بلده ويملكها، لأن الزكاة تمليك. ولا نقول إنه إذا رجع إلى بلده ووجد ماله يرد بدلها للفقراء، ولكن عندهم شرط واحد، أنه لا بد أن يكون سفر ذلك المسافر وهو ابن السبيل لا بد أن يكون سفره سفرا مباحا، فلو كان سافر إلى سفر محرم فإنه لا يعطى من الزكاة. وهذا مبني على قاعدتهم أن المحرم لا يترتب عليه آثار المبيح، وهي من قواعد الوسائل المعروفة. وسمي المنقطع ابن سبيل فكأنه ابن الطريق، لأن السبيل هو الطريق، فكأنه ابن للطريق الذي سلكه في سفره. نعم. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. نعم، قوله فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة، قوله فيعطى للجميع أي لجميع الأصناف الثمانية، وليس المقصود بقوله فيعطى للجميع أي يلزم استغراق الثمانية بالإعطاء، بل يجوز إعطاء بعضهم دون بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قبيص زكاة قومه
فزكاة هؤلاء القوم أعطاها صنفا واحدا وهو الفقير دون من عداه. وهذا يدلنا على أنه يجوز إعطاء بعض الأصناف الثمانية جميع زكاة المرء، لكن يقولون إن الأفضل أن توزع بين أكثر من صنف، فيعطى الفقراء ويعطى المساكين ويعطى من بعدهم من الأصناف التي تقدم ذكرها. وعلى ذلك فيكون قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، الواو للعطف في حكم الجمع لا في المعطى، فليست لمطلق الجمع في المعطى وإنما لحكم الإعطاء، فإن الإعطاء يشترك في حكمه هؤلاء الثمانية. قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. بين العلماء مقدار الحاجة في كل من الأصناف الثمانية، فأما الفقراء والمساكين فيعطون الكفاية، وعرفنا مقدار الكفاية في محله، وأما الغارم فيعطى سداد دينه، وأما العامل فيعطى أجرة مثله، وأما ابن السبيل فيعطى ما يرجعه إلى بلده، وهذه هي كفايته. وأما المكاتب فإنه يعطى من المال ما يعتق به، وأما الغارم لحظ غيره فإنه يعطى كل ما بذله لإصلاح ذات البين بين المسلمين. وأما المؤلف قلوبهم فإنه يعطى منها ما يكف به شره أو يؤلف به إلى الإسلام. إلا العامل فيعطى بقدر أجرته. نعم، قال إلا العامل، المراد بالعامل هنا عامل الزكاة الساعي، فيعطى بقدر أجرته، وذكرتها قبل قليل. ولو غنيا أو قنا. نعم، لا يعطى أحد من الفقراء أحد من المصارف الزكاة الغني إلا ثلاثة، أولهم الساعي وهو العامل فيجوز إعطاؤه ولو كان غنيا، الثاني المؤلف قلوبهم فإنهم يعطون ولو كانوا أغنياء تأليفا لقلوبهم، الثالث وهو ابن السبيل إذا كان غنيا في بلده فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وكذلك القن، الأصل أن القن لا يعطى من الزكاة، هذا هو الأصل، لأنه تجب نفقته على سيده إلا إذا منع سيده النفقة عنه، وإلا إذا كان عاملا أو كان مكاتبا. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. يعني لو أن الخوارج تغلبوا على بلد أو البغاة تغلبوا على بلد فأخذوا زكاة الناس فيجوز إعطاؤهم الزكاة وتجزئ ولا يلزم إخراج غيرها. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ولي الأمر إذا أخذ زكاة المال فإنها تبرأ ذمة المزكي سواء أخذها قهرا أو أخذها اختيارا. أما أخذها اختيارا فلا شك في وضوحه، وقد جاء في حديث جرير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرضاء الساعي، قال أرض الساعي، وهذا يدلنا على أنه يجب إعطاؤها له. قال جرير فما جاءني ساع إلا وأرضيته، أي أعطيته ما طلب، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز كتمان الساعي شيئا، ولا يجوز أيضا منعه شيئا من الزكاة الواجب على المسلم ولو كان ظالما، سنتكلم عن الظلم بعد قليل. هذا معنى قوله إذا أخذها اختيارا. وأما أخذ الساعي أو ولي الأمر الزكاة قهرا بمعنى أنها يأخذ أنه يأخذها من المرء من غير إذنه، فهنا أخذت منه من غير نية، والعلماء يقولون لا يستثنى من سقوط النية شرط النية في الزكاة إلا هذا الموضع، هذا الموضع الوحيد الذي يشترط الذي تسقط فيه شرط النية. والحقيقة أنها لم تسقط، وإنما قالوا إن الحاكم لما كانت له ولاية عامة فإنه ينوب عن الشخص في كثير من التصرفات إذا منعها. فعلى سبيل المثال إذا امتنع من الفيئة بعد 4 أشهر طلق عنه الحاكم، مع أن الطلاق من شرطه النية، فكأن له ولاية ووكالة بالتطليق عنه. وكذلك هنا في الزكاة لما منعها صاحب الحق فأخذها منه السلطان أو ولي الأمر قهرا فإنها تكون مجزئة له وبرئت ذمته. وقوله عدل فيها أو جار، عدل أي صرفها مصرف عدل، أو جار بأن صرفها في غير مصرفها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض السعاة ولو ظلموا. قوله ولو ظلموا أي ولو زادوا في مقدار الزكاة، أو أنهم ظلموا فصرفوها في غير مصرفها،
ولذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أعطيت زكاتك إلى السلطان فقد برئت ولو صرفها في غير مصرفها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن مصارف الزكاة الثمانية إذا بذلت لغير الفقير والمسكين والعامل فلا بد من القطع باستحقاقه، فلو بذلها لغارم أو غيره فبان غير غارم فإنه يلزمه بذل بدلها، وأما إذا أعطاها لفقير ومسكين ثم بان غير فقير ولا مسكين بأن بان غنيا أجزأته، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا في من كان قبلكم قال لأتصدقن بصدقة فوضعها في يد غني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنها قد قبلت، لأن الله عز وجل قال: وما يدريك لعله أن يتوب. فمقصود من هذا أن من ظن أن فلانا فقيرا أو ظن أن فلانا مسكينا فأعطاه فبان على خلاف ذلك لزمه أجزأته، ومن ظن أنه غارم أو ظن أنه من مصرف المؤلفة قلوب مؤلفة قلوبهم أو من غيرها من المصارف فإنه يلزمه بذل بدلها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من أعطى ماله للساعي فإنه تبرأ ذمته ولو صرفت لغير وجهها. قالوا: لأن الساعي نائب عن بيت مال المسلمين وولي الأمر نائب عن الناس، فبرئت ذمتك ولو صرفها في غير مصرفها ولو تلفت قبل إعطائها للفقير برئت، بخلاف لو أعطيتها وكيلا عنك أنت كالجمعيات النفع العام وغيرها فإنها لا تبرأ ذمتك ولو صرفت في غير مصرفها، فإنها لا تبرأ ذمتك إذا تلفت بأن سرقت مثلا، ولا وإذا صرفت في غير مصرفها لا تبرأ بل يلزم إخراج بدلها. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا معنى قوله عدل فيها أو جار. عرفنا دليلا من قوله صلى الله عليه وسلم ولو ظلم، ومن قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وقلت لكم أن من أكثر التابعين يعنى الفقهاء بتعظيم آرائهم اثنان: سعيد بن المسيب لتوقير الصحابة له وعلمه بفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كان فقيها المدينة، بل إن أهل المدينة كلهم كانوا يرجعون إلى رأيه. والثاني إبراهيم النخعي في الكوفة، فإنه كان عارفا بالخلاف ولم يكن مقتصرا على فقهاء الكوفة فحسب، بل إنه رحل وعرف، ولذلك كان يعظم فقهه وما يحكيه عن من كان قبله. نعم. طبعا بقي عندنا مسألة هنا ترد لبعض إخواننا، وهو يقول إن بعض السلاطين أو بعض الدول والحكومات قد تأخذ مالا باسم الزكاة، نقول تجزئك عن الزكاة، وأما إن أخذ منك شيئا بغير اسم الزكاة سواء باسم الضرائب والمكوس أو باسم الرسوم فهل يجوز أن تنويها زكاة؟ نقول لا. فلو أخذ شيئا سواء بعدل أو بدون عدل فما لم تكن باسم الزكاة فليست بمجزئة عنه، لا تكون مجزئة عن الزكاة، صرحوا بذلك في أكثر من موضع. نعم. فصل: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. نعم، شرع في هذا الفصل في بيان بعض الأحكام الإخراج، فقال: أولا لا يجزئ دفع الزكاة للكافر، مر معنا يستثنى من ذلك شيء واحد وهو المؤلف قلوبهم. ولا للرقيق. نعم، ولا للرقيق ليتملكوها، لكن يجوز بذلها لإعتاقهم، إما لأجل بذل الأنجم للمكاتب أو للأرقة فيشترون ويعتقون. ولا للغني بمال أو كسب. ولا يجوز بذلها الغني بمال، وتقدم معنا إلا في ثلاثة صور ذكرتها قبل قليل. قال: أو كسب. ما معنى أو كسب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا حظ فيها أي للزكاة لغني ولا لإيش؟ ولا إنه لا حظ فيها لغني ولا مكتسب، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن من كان قادرا ببدنه على الاكتساب وإنما امتنع من العمل فلا يعطى من الزكاة، بل يجب عليه أن يعتمل، بل يجب عليه أن يعمل. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى ملحظا جميلا وقواعد الفقهاء عليه، أن المرء إذا كان قادرا على العمل ببدنه ولكنه لم يستطع العمل لعدم وجود عمل أو بسبب منعه من العمل كحبس ونحوه، فإنه في هذه الحالة يكون كالعاجز عن الكسب،
فهو عجز حكمي. فلو كان قوي البدن لكن لا يوجد عمل, بحث لم يجد عملا, فحينئذ نقول يجوز إعطاؤه. وأما ابتداء فإنه لا يعطى بل يعمل ولو كان عملا يسيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تحمل على ظهرك حبلا فتحتطب خير من أن تسأل الناس منعوك أو أعطوك. ولا لمن تلزمه نفقته. نعم, لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم النفقة, وهم الزوجة والأصول والفروع والقرابات التي تلزم نفقتها, وسيأتينا إن شاء الله في باب النفقات. ولا للزوج. نعم, لأن الزوجة لا يلزمها أن تنفق على زوجها, لكن لو أعطت زوجها من زكاتها لم تجزئها بل يلزمها أن تخرج زكاة بدلها. لكن لو أعطته صدقة جاز, لحديث زينب عندما طرقت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قالت زينب. قال أي الزيانب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود. ثم سألته أن ابن أم عبد يزعم أنه أولى وولده بصدقتي؟ قال نعم, هي صدقة وصلة. هذا محمول عند أهل العلم على صدقة التطوع والنافلة لا زكاة الفريضة. وما السبب؟ قالوا لأن المرأة إذا أعطت زوجها وكان فقيرا من زكاة مالها فإنه سينفق عليها من المال الذي أعطته إياه. وقد قال أهل العلم, قال أحمد: العلماء يقولون, فهو كلام أهل العلم الذي يكون بمثابة الإجماع. قال: والعلماء يقولون, قاله أحمد في رواية عبد الله: لا يدفع بالزكاة عن المرء ملامة ولا مؤنة. فالحقيقة أن المال سيعود إليها فيكون حينئذ مما دفع به عن نفسه. نعم. ولا لبني هاشم. نعم, وبنو هاشم لا يعطون من الزكاة لأنها من أوساخ الناس, وبنو هاشم يجوز أخذهم الصدقة, الصدقة تجوز, وأما الزكاة فلا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه هو عليه الصلاة والسلام أنه تحرم عليه الزكاة والصدقة معا, وأما بنو هاشم فإنما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة, فالصدقة تجوز لهم. وقيل, وهو قول بعض المتأخرين, أنهم إذا منعوا حظهم من الخمس فإنه حينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه. نعم, يقول الشيخ: إن دفع الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل أنه غير مستحق لها ثم علم, أي علم أنه ليس مستحقا له, نعم, لم يجزئه, أي لم تكن مجزئة له. استثنينا من ذلك صورة واحدة فقط, وهي من؟ الفقير والمسكين, لأن التيقن من كونه فقيرا أو مسكينا مما يشق جدا جدا. إذا عرفت الفقر والمسكن بخمسة أمور: الطعام والشراب والمسكن والملبس والنكاح وضروريات الحياة, فإن معرفتها على سبيل الدقة صعب, لأنك لا تعرف كم في جيبه. المرء لا يعرف ماله ومقداره إلا الله عز وجل, ربما زوجه وهي أقرب الناس إليه لا تعرف ماله. ولذا جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرج ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط وجد حلاوة الإيمان. لأن المال الخفي أو الباطن عند أهل العلم أغلب الناس لا يعرف, أقرب الناس لك لا يعرف ما في جيبك وما في حسابك في البنك, فإنما أنت تبني على الظاهر, إنما يبنى على الظاهر. ولذلك استثنى العلماء الغني والفقير دون من عداه. ويستردها منه بنمائها. نعم, يسترده منه, أي ويسترد منه هذا المال بنمائه, لأن يده عليه يد ضمان, لأنه ادعى أنه مستحق فبان غير مستحق. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. نعم, يقول: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا, أو ظنه مسكينا فبان غنيا أجزأ, وعرفنا علته قبل ذلك. والسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم. نعم, يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن القرابات غير الأصول وغير الفروع, لأن الأصول والفروع وإن لم ينفق عليهم لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة مطلقا. غير هؤلاء من القرابات كالإخوة والأخوات وغيرهم, هؤلاء قد تلزم النفقة عليهم إذا كانوا من ذوي العصبات, أو هو كان من عصبتهم, إذا كان الرجل من عصبتهم, لأن النفقة تجب على العصبة. فقد تجب نفقته نفقة أخته أو نفقة أخيه وهكذا, قد تجب في بعض الأحوال إذا كان هو عصبة لهم, فحينئذ تجب النفقة في هذه الحال. ومتى تجب النفقة؟ قالوا: تجب النفقة بأحد أمرين. الأمر الأول, وسيأتينا باب النفقات لكن أذكره من باب الفائدة, الأمر الأول إذا حكم الحاكم بها
وتصدر المحاكم أحيانا محاكم الأحوال الشخصية إلزام نفقة قريبك ابن عمك، فيلزمك القاضي أن تنفق عليه في كل شهر كذا، وحينئذ فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة شيئا لأن النفقة وجبت عليك، وتصدر المحاكم هذا كثيرا. الموضع الثاني إذا جرت العادة بإنفاقك عليه بأن يكون أخوك في بيتك، فبعض الناس قد يكون أخوه في بيته وليس في بيت أبيه فهو الذي ينفق عليه، فحينئذ نقول وجبت نفقته عليك لأنه عصبه. والأمر الثاني أنك تنفق عليه بجريان العرف أو بحكم القاضي، وهذا هم الأقارب الذين تلزمهم النفقة على سبيل التقريب لهم. وأما إن لم تكن تلزمهم نفقتهم وكانوا من أهل الزكاءات فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، ولذلك قال على قدر حاجتهم، ثم قال وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه. نعم، لأن ذوي أرحامه لا تلزم نفقتهم لأن النفقة إنما تجب للعصبات دون من عداهم. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. نعم، يقول الشيخ إن من تبرع بالنفقة عليه السنة كلها كخادم ولو كان من ذوي الأرحام أو يتيم لقيط وغيره، فإنه وإن تبرع بنفقته فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة لأن النفقة ليست بلازمة، إنما يحرم إعطاؤه من الزكاة إذا لزمته النفقة. نعم. فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت. نعم، قوله في كل وقت يعني سواء في الأوقات الفاضلة أو في غيرها، لكن هناك أوقات يكون صدقة التطوع فيها أفضل، ومن هذه الأوقات الفاضلة عشر ذي الحجة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومنها رمضان، ومنها كذلك الأشهر الحرم، فإن الأشهر الحرم تضاع فيها الأعمال الصالحة كما قال ابن عباس نقله البيهقي في فضائل الأوقات. لا سيما سرا، لأن صدقة السر أفضل، إن تخف صدقات فنعما هي. وفي الزمان والمكان الفاضل. نعم، ذكرت في الزمان قبل قليل بعض من أزمنة الفاضلة، المكان الفاضل مثل مكة، فإن مكة تضاعف فيها الحسنات. وعلى جاره، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن المكان الفاضل هنا مكة، قيل إن مكة إنما يضاعف فيها ما ورد فيه من النقل فقط، ولكن الظاهر أن مكة يضاعف فيها جميع الحسنات، وإما عددا أو يضاعف حجما فتكون الصدقة فيها أفضل. وأما المدينة فلم يرد النقل إلا بالصلاة فقط أنها مضاعفة فيها. وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. نعم، لحديث زينب رضي الله عنها، ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. نعم، يقول الشيخ إن من تصدق بمال وترتب على صدقته الإضرار بمؤنة من تلزمه مؤنته كنفقته على أبنائه وأصوله وخادمه والحيوان الذي يكون تحت يده وتلزمه نفقته وهكذا، فإنه يأثم بذلك لأنه ترك الفرض أو قصر في الفرض من أجل الإتيان بالنافلة. ثم قال أو أضر بنفسه بأن منع نفسه بعض ما يحتاج إليه ولو كان من باب الحاجة كالدواء، فإنه يأثم بذلك، فإن حاجة نفسه مقدمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أدناك أدناك. قال أو غريمه بأن كان المرء عليه دين وعنده مال، فإن سداد الدين مقدم على الصدقة لأنه يضر بغريمه عند حلول الأجل ولا يقضي الدين، فإنه حينئذ يأثم. وأما إن كان الغريم لم يطالبه وإنما جعله لحين الميسرة أو كان الدين مؤجلا ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يتصدق ولو كان عليه دين. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الناس نوعان، النوع الأول من بلغ من التوكل منزلة عالية، فهذا الرجل هو الذي يجوز له أن يتصدق بما شاء من ماله ويكتفي بما فيه مؤنته، ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق تصدق بماله أكثر من مرة، أي تصدق بكل ماله، ولذا العلماء رحمه الله تعالى يقولون إنه يكره لغير هؤلاء القوم الذين بلغوا من التوكل وبلغوا من اليقين بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى شيء الكثير. وكثير من الناس ربما يكون عنده لحظات إيمان قد ارتفع فيها إيمانه، فلربما تصدق بكل ما في جيبه، فحينئذ قد يتضرر وقد يندم وقد يأتيه شيء كما قال مصنف ولا يكون عنده صبر عليه من نوائب الدنيا وحاجاتها،
ففي هذه الحال يكره في حقه التصدق بكل ماله. قال أو لا عادة له على الضيق بأن كان الرجل معتادا على نوع معين من الرفاهية. وأغلب الناس الآن معتادون على نوع معين من الرفاهية في أغلب البلدان، معتادون على نوع من الرفاهية الزائدة بعض الشيء عن قدر الكفاية أو قدر أقل الكفاية. فحينئذ قال المصنف يستحب له أو أن لا ينقص نفسه عن الكفاية التامة، ويكره أن يتصدق بما ينقصه عن ذلك. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. نعم، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمن هو المن باللسان ونحوه.